أسعد اليوم باستقبال زميلي وأخي الشيخ وزير خارجية موريتانيا في إطار زيارة عمل أخوة قام بها إلى بلد زميلي المملكة المغربية. الزيارة تجري في إطار دينامية إيجابية تعيشها العلاقات. سرور فخامة الرئيس السعيد سفير الجلالة الإمريكية سفير في واشنطن. كاين لقاءات متعددة واللي كتجي لدعم خصوصية هذه العلاقة. العلاقة هي قائمة على جوار جغرافي، قائمة على روابط تاريخية قوية، قائمة على وشائج أخوية سابقة بين الشعبين، وقائمة كذلك على مصالح تحديات يواجهها البلدين معا في إطار سواء في إطار المغربي أو في إطار الإفريقي وغيرها. هذه الزيارة كانت مناسبة للحديث بشكل صريح بشكل آخر عن واقع هذه العلاقة وكيف نتكلمها. والرغبة في أن هذه العلاقات اللي هي هذا البعد التاريخي ديالها وهذا البعد الإنساني القوي ديالها كيفاش أنها ما تبقاش فقط استقرارية في اليوم، بل كيفاش أنها تكون يكون عندها طموح اللي كينسجم مع الرؤية ديال جلالة الملك وديال فخامة الرئيس وضربة الشعب المغربي والموريتاني. وفي هذا الإطار تحدثنا بشكل مطول حول كيفية تفعيل أولا بعض الآليات اللي عندنا موجودة. كاينة لجنة عملية مشتركة اللي ما اجتمعتش منذ 2003 واللي اليوم 2003 سنين واللي اليوم اتفقنا على أنها ستنعقد في السنة المقبلة إن شاء الله. عندنا آلية للتشاور والتنسيق السياسي كذلك اللي ما اجتمعتش من 2013 واللي اتفقنا كذلك على تفعيلها كإطار للتشاور كإطار للتنسيق حول قضايا وتحديات تواجه البلدين الشقيقين. اتفقنا كذلك على أن مختلف الفاعلين سواء من برلمانيين أو من رجال أعمال باش أنهم ينخرطوا بشكل أكبر في هذه العلاقة الثنائية لإعطائها لإغناء المحتوى ديالها باش تبقى دائما في هذاك المستوى اللي يطلبوه. اتفقنا على أننا نستمروا في التنسيق نستمروا في الاشتغال باش هذه العلاقة تبقى دائما هي أولوية بالنسبة للدبلوماسيتين البلدين. وإن شاء الله غادي ندخلوا بواحد الدينامية إيجابية وأنا سعيد نشتغل مع دبلوماسية محمد الأخ عزيز علينا قبل في ملفات أخرى وهي الحقيقة مخاطرة للمغرب العربي أن يكون السي إسماعيل في المستويات اللي قراها في ملفات اللي كانت مهمة بحال اليمن وغيرها ولليوم كنظن بأن نكون إلى سعيد أن نشتغل على خدمة هذه العلاقة ولخدمة رؤية جلالة الملك وفخامة الرئيس مع الوزير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة أنا كمان أريد أن أضيف صوتي صوت معالي الوزير ناصر بريطة صديقي وأخي عزيز وأشكره أولا على دعوتي. أنا وصلتني دعوة مع الوزير لزيارة المغرب وكان شرف لي أن نقوم بهذه الزيارة. تكلمنا بذلك عندما التقينا في وانشور وأظن هذه الزيارة فعلا كما أشار إليها معالي الوزير تشير إلى ديناميكية إيجابية جديدة تجسدت في تعيين سفراء البلدين وفي تفعيل آليات التي تكلم عنها ولا أريد أن أكرر ذلك الكلام ولكن ما أريد أن أشير إليه أنه لا شك أن رؤية فخامة الرئيس محمد عبد العزيز وجلالة الملك محمد السادس هي أن الجميع يطمح إلى أن تكون هذه العلاقات على مستوى أعلى مستوى يمكن أن تكون عليه وأنها علاقات تاريخية لها جذور
ما بين الشعبين وما بين القيادات، ونحن إن شاء الله سنعمل على هذا الأساس، وكما أشار إليه معالي الوزير نحاول أن نقوم بتفعيل لجنة مشتركة لأسرع وقت ممكن، ربما من بداية السنة المقبلة أو السنة المقبلة. وكذلك اتفقنا اليوم أني وجهت دعوة لمعالي الوزير أن يقوم بزيارة كذلك المنتنية، سنحدد تاريخها إن شاء الله في الوقت المناسب. إذن أنا برأيي سترون إن شاء الله أن هناك ديناميكية إيجابية، وأن هذه الديناميكية لازم تتجسد على واقع الأرض في أشياء عملية تدل على مستوى عمق هذه العلاقات التي نطمح جميعا إلى تطويرها. ولن أطيل عليكم لأنه أظن كلام مع أخي ناصر كان يعني إجازة، وحقيقة قام بتلخيص تام لكل ما تحدثنا به، وأولا على المستوى الثنائي وكذلك مع المستوى الموسع في الوفدين. وأظن أنها حقيقة ديناميكية إيجابية جديدة سترون إن شاء الله في الأيام المقبلة أنها ستتجسد بأمور أكثر إيجابية وأكثر عملية. شكرا. شكرا جزيلا عليكم. سؤالي واضح ان الديناميكيه التي تحدثتم عنها تعكس الزياره هذه الرفيعه التي تقع الان من مستواكم، يعني منذ سنوات لم يزور وزير الخارجيه المغرب. هل هذا يعني بان العلاقات المغربيه الموريطانيه الان تعيش مرحله جديده جدا مقارنه ربما مع تم الترويج لهم سابقا بانها تعيش توتر وتعيش جمود من نوع معين؟ سؤال الثاني عن الديناميكيه، هل تنشد دورا مغربيا موريطانيا لحل الوضع في موريطانيا، عفوا الوضع في ليبيا؟ بطبيعه الحال بان هذه الزياره هي تشكل نقطه انطلاقه لتطوير هذه العلاقه من خلال المؤسسات والاليات اللي كنا نتوفروا بها. أكيد بأن العلاقة كما كانت ما كانتش كتلقى الطموح جلالة الملك ولد فخامة الرئيس، وأكيد كنقولوها بأن هذه العلاقة عندها شي أصدقاء، عندها كذلك خصوم، واللي الإيجابي اليوم هي أننا ما نخليوش خصوم ديال هذه العلاقة يتحكم فيها، بل حنا نفرضوا الإيقاع ديال هذه العلاقة هذه من خلال هذه الدينامية ومن خلال البرمجة ديال الزيارات، البرمجة ديال الاجتماعات على كل الأصعدة. بحال قال الأخي إسماعيل أن نشوفوا في الأيام المقبلة كذلك أثر على الواقع ديال هذه الدينامية. بس النقطة الثانية بطبيعة الحال بأن التنسيق والتشاور غادي يكون حول كل القضايا اللي كتهم منطقتنا، منطقة المغرب العربي، بما في ذلك الملف الليبي. وحنا غادي نذكروا دابا شويه في بعض القضايا الاقليميه والدوليه باش نتبادلوا الراي في الموضوع. وآلية التنسيق والتشاور السياسي هي موجوده واللي غنفعلوها غتخلق لنا هذا الاطار باش يكون هادشي هذا بشكل دولي، ما تبقاش فقط على الزيارات على مستوى الوزاريه، ولكن نفعلوا كل الاليات باش السخن ديال العلاقه يزيد قوه. اظن ان هناك زياده اكثر من هذا الملخص كان واضح ومؤجل الى سؤالكم. شكرا.